يواصل مهرجان المسرح العربي في دورته 11 فعالياته المقامة في القاهرة وتنظمها الهيئة العربية للمسرح. مفادنا إلى جمهورية مصر العربية محمد الجنيدي والتفاصيل. قبلة المثقفين ومجمع الفنانين هي القاهرة بنيلها النقي وشعبها الأبي، تستضيف هذا العام مهرجان المسرح العربي التي تتنافس فيه العديد من المسرحيات. فكانت حفاوة استقبال الجمهور لمشاهدة عرض مسرحية الطوق والإسورة برقصات شعبية ومصرية. مهرجان المسرح العربي طبعا عرس كبير وعظيم وتجمع فني ضخم جدا، مش أول مرة أشارك فيه. شاركت العام قبل الماضي في الجزائر في مدينة وهران بعرض داخل مسابقة رسمية، ودي تاني مرة أشارك في نفس المهرجان برضو بعرض داخل المسابقة الرسمية. عرض مسرحية الطوق والإسورة يطرح الاختلافات ما بين الماضي والحاضر من خلال السينوغرافيا، حيث يستعرض المرأة الصعيدية كنموذج للمرأة المقهورة وبيتا قديما يضم أسرة متواضعة. احنا ثلاث شباب وثلاث بنات، المفروض دورنا بيقوم على هذه الجزئية تحديدا اللي هو تكسير الثوابت والتابوهات الموجودة وزلزلة ويعني وتحريك الثوابت. وفي سياق المهرجان شهد مسرح البالون عرض مسرحية نافذة من الأردن، حيث تدور أحداث القصة حول شخص يتم التحقيق معه دون سبب معروف، ويمارس فيه المحقق سلطته وقهره المستبد. المسرحية عبارة عن شخص مقموع في المجتمع، وأغلب مجتمعاتنا كنا مقموعين فيها، وبتذكر الشخصيات اللي مرقت عليه بحياته. أنا بلعب دور الأم اللي بتذكرها، الأم مش موجودة، ميتة، بس في خيال الرجل. بحس بالإطمئنان لما بشترك بمهرجان المسرح العربي لأكثر من سبب، لأنه بوفروا لك كل شيء، بوفروا لك التذاكر، بوفروا لك الديكور، بوفروا لك الإقامة الجيدة، فأنت بتحس كمسرحي أنك أنت جاي بدون ما تحمل هم الكلفة اللي بتتحملها دائما تنقلنا من بلد لبلد. هذا وتستعرض المخرجة في روايتها المسرحية النافذة التشرذم العربي والمراحل التي مر بها في معظم الدول العربية، واستخدمته بشكل ينسجم ويتفاعل مع ما تقدمه من مادة درامية، الأمر الذي يحقق الإضافة والثراء. مع انطلاق مهرجان المسرح العربي تواصل الفرق المسرحية عروضها الفنية لتضيء الساحة العربية. لإخبار دار، محمد الجنيدي من العاصمة المصرية القاهرة.